بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بصدد وموجودين في مزرعه المانجا السايبر اللي احنا كنا صورنا فيها قبل النقطه بحوالي 15 يوم، وكان استكمالا للفيديو الاولاني. وبعض الناس المشككين في صنف السايبر وبيقولوا ان طبعا ما بيمسكش طرحه والملوحه بتاعته بتتاثر عليه، ولكن احنا قصدنا نيجي النهارده 28/6 بعد النقطه بحوالي 10 ايام وشفنا الانتاج بتاعه، لقيناه بسم الله ما شاء الله برضو محافظ على المستوى بتاعه ومستوى الانتاج وكم الانتاج والنمو الخضري، والحمد لله رب العالمين. زي ما احنا شايفين كده الطرح واضح جدا جدا، والنقطة بسم الله ما شاء الله عدت عليه، والحباية قدامها بالظبط هنا شهر ونص او اقل من شهر ونص هتنزل السوق، واخد بال حضراتكم. وده احنا بنقول اي معلومة تفيد المزارع المصري احنا مش من داري حاجة، عشان ننهض بالزراعات المصرية، وخاصة المانجا يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية اللي هي بتتميز انها لها قابلية للتصدير، وطبعا حساسية الشجرة ديت ان هي بتتحمل كل الظروف البيئية، زي ما احنا شايفين حتى نسبة البيضة فيها قليلة جدا، بتتحمل الامراض الفطرية والامراض اللي هي بتسبب مشاكل كثيرة جدا في المانجا. وزي احنا كلنا ده احنا بصدد شجرة واحدة بسم الله ما شاء الله، والمفاجأة ان الشجرة ديت عمرها 3 سنوات، وفي عندي هنا شجر عمره 2 سنين زي ما احنا شايفين قدامنا كده، الترانك بتاعه قرابة 4 بوصة زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. وفي الحجر برضه مانجا هنا طبعا واضحة، ودي تحت البشاير اول سنة، اول سنة تطرح الشجرة اللي احنا فيها دي يدوبك دي السنة الثالثة، ده عمر 2 سنين ودي السنة الثالثة. واللي مش صدق الكلام حضرتك اتصل عليا وانا على اتم الاستعداد اخده وافرجه على البستان المانجا. شجره دي عمر 2 سنين ودي الثالثه، ودي بشاير اول بشاير ليها، اول بشاير ليها. هذا الصنف صنف واعد، ده يعتبر اصل من اصول المانجا، وممكن يتساب ما يتطعمش زي اصل السكري في الاسماعيليه. الاسماعيليه بتيجي بدري، المانجا السكري بتاعتها بتيجي بدري وبتمسك سعر، والشجره بتجيب بسم الله ما شاء الله اوزان. فانا النهارده لو سبت الاصل كاصل حبيته يعني بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين قريبه للاصناف الجديده اللي هي النمدم، وقريبه للشكل مثلا المانجا المنشاوي الهندي المنشاوي، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني شجره عمر بشاير، دي بشاير، دي بشاير ثالث سنه يا جماعه، دي موسم الثالث داخلين عليه. شايفين طرح عناقيد، الله اكبر، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لاصحابه ويبارك لمصر ويبارك لكل واحد يعني ينتمي للفكر الجديد. واحنا الزراعه النهارده مكلفه وبتصرف مصاريف جامده كتيره، واحنا عايزين نمشي بخطى سليمه، كلنا بنلعب في الملعب، بس مين اللي بيجيب الهدف ومين بيجيب الكره في الجون، ولكن احنا بنسعى لان الناس كلها تبقى حريفه، والناس كلها تبقى ربنا يوسع عليها ويكرمها من الاصناف الجميله، والناس نشكر الناس اللي قائمين ده وبيسعوا من المعلومه الجديده وبيخدموا الزراعات المصريه. ادي بشاير يا جماعه السنه الثالثه، بشاير يعني ده عمر 2 سنين وداخله للسنه الثالثه، دي بشاير السنه الثالثه. وزي ما اتفقت معاكم ان الاصل هنا الترنك بتاع الشجره يعني ما شاء الله ما شاء الله بيتراوح من 2.5 بوصة لحد 4 بوصة، وشايفين بعض الاشجار اللي احنا زرعناها سكري اهي، شجره سكري جنبها مشاكلها يعني اكبر من السايبر بسنه، الترنك بتاعها ضعيف وصغيره وما فيهاش حبايه. وبعض شجر زبديه برضه زرعناها نفس القصه، اكبر من ده بسنتين وما عملش ترنك وما عملش. جايبين هنا بعض الشتلات المطعومه على السكري، ده شجره اكبر من السايبر بسنتين وزي ما احنا شايفين مقارنه بالصنف السايبر لا في مفيش مقارنه نهائي. وادي الشجره جنبها مباشره، دي بشاير بتاعتها السنه الثالثه، وهنا العود ده بقاله اكبر منه بسنه جاي مطعوم جاهز ما كبرش، واخد بال حضرتك. وادي الترنك بتاع السايبر، وادي البشاير بتاعت السايبر، وادي هنا عود زبديه في اول الخط هنا برضه ما فيهوش حبايه واحده، ما فيهوش حبايه واحده، والنمو بتاعه زي ما احنا شايفين ضعيف جدا مقارنه بعود زي السايبر جنبه وزي بقيه الخط.
ده عمر مانجا سنتين، ودي السنة الثالثة، واحنا بنسجل يوم 28/6/2020، ومزرعة المهندس صلاح الطواب بقرية الإسراء والمعراج، واحنا سعداء بالتعاون معكم. واي حد عايز يتطلع ويشوف بنفسه ويدرس الموضوع ده، احنا المزرعة مفتوحة لأي واحد، واحنا تحت خدمة الزراعة المصرية. وكل سنة وأنتم طيبين، مع ألف سلامة.